أكبر فاكهة بالعالم، موجودة بس بالمناطق الاستوائية. زراعات غريبة. كلش متحمس أشوف هذا السوق الشعبي. ناس حبابين هنا. هذا السوق يعتبر من أحسن الأسواق الشعبية ببانكوك، حتى الواحد يأكل أحسن أنواع الفاكهة والخضار. هذه اسمها مانجو بلوم. هنا حبابين ينطون حتى الواحد يذوق. هذه مانجو بلوم، نوع من المانجا. طعمها طعم المانجا بس صغيرة، والطعم مركز. طيبة. Very nice. Thank you very much. شوف هذا النوع من الأناناس. صغير. أناناس صغير هذا. وهذه أختها الأناناسات كبيرة. شوف الفرق في الحجم. تايلاند تعتبر من أكبر مصدرين الباينابل الأناناس بالعالم. هذا الأناناس الكبير. خلينا نجربه. كلش حلو. علامات قوية. بس طيبة. الأناناس من الفاكهة المفضلة عندي. هذه الفاكهة اسمها بوميليو، تشبه الجريب فروت. راح نجربها ونجرب الأناناس الصغير والأناناس الكبير مرة ثانية. هذا عدنا الأناناس الصغير، وعدنا هذا البوميليو من الحمضيات، وعدنا الأناناس العادي. أول شيء حجرب الأناناس الصغير، ما مجربه قبل، حتى نشوف طعمه يختلف عن الأناناس العادي لو لا. يختلف شوية، حامض أكثر من حلو. الأناناس ممكن يكون حلو ممكن يكون حامض، بس هذا الأناناس العادي اللي احنا نعرفه. هواية أطيب. هذا حلو، حالاته تخبل رهيب. يمكن أطيب أناناس ماكله بحياتي هنا بتايلاند. مرات واحد يشتري أناناس والأناناس ما بي طعم، خشب مثل ما نقول. وهذا البوميليو مثل الجريب فروت. خلينا نشوف طعمه يشبه الجريب فروت لو لا. احنا بالعراق نسميه سندي، عينن السندي. حموضه او الحلا مالته كلش قليله. شوفوا هذا الاختراع، اختراع غريب. هذا حليب الذره، اول مره اسمع به صراحه. كنت متوقع اول ما حبوقه حبيبه ما حيعجبني، بس عجبني. لحد خلصت نصه لحد الان. اكبر فاكهه بالعالم الجاك فروت. اوه ثقيله. شوفوا شلون قاعد ينظفوها. راح اجربها لاول مره بحياتي. طعمها ما اكله قبل. لحظه خليني اتذكر. نوع من انواع العلج ماكليه بي جاك فروت. طعم حلو وغريب بس طيب. ثانك يو بابا. زين حبابين هنا بهذا الماركت. هواية شغلات ضقتها ما طلعتهم فلوس، ما يقبلون ياخذون فلوسها. زين بس لا تذوق. الواحد لازم يشتري من هالماركت كميات، بس يستاهل. هذا يمكن احلى مكان لحد الان زايره بتايلاند، خاصه بانكوك. من ناحيه الاسواق، اسواق نظيفه وحلوه وكبيره، وبعد هوايه لازم اشوف. هذا اللي تشوفوه تمر هند. هذا التمر هند هنا بتايلاند يستخدموه بهوايه اكلات. زراعات غريبه. كنا شايفين البطيخ او الرقي مثل ما نسميه بالعراق احمر من جوا، بس هنا عندهم الرقي التايلندي. شوفوا لونه اصفر. هذا الرقي الاحمر والرقي الاصفر، شكله من برا نفس الشيء مشابه، بس داخله يختلف اللون حسب ما افتهمت. الفرق بين الاحمر والاصفر، الاحمر اطيب حالاته اقوى، ذاك حالاته قليله. الناس هنا تفضل الاحمر. This is ليشي right. شكله من برا هيجي. شوفوا شكله من يتقشر. اتصور بيه نوايه جوا. ناكلها ونشوف. حالاته قويه بس طيبه. طعم غريب بنوايا. قسم من هذه الفاكهة جديدة علي، أول مرة أكلها، فخربطت باسم آخر فاكهة. آخر فاكهة اسمها لوغان،
مو ليتشي. هذا نوع من التفاح اسمه روز أبل، شكله يشبه القرموط. هذا الروز أبل يأكله أما مع الملح أو مع سكر أو شكر مثل ما نقول بالعراقي. وهنا محضريه مالح وحلو. جبت هذا الروز أبل وأخذتهم ويا جوافة مالتهم التايلندية، وهذا الخليط الخاص اللي ناكل ويا الروز أبل، ملح وشكر. أول شيء أكل التفاح الروز أبل واحدة، شوف طعمه. مليان مي، طعمه كلش خفيف، يشبه طعم القرموط أكثر ما هو تفاح. أتصور لهذا لأن طعمه خفيف يأكلوه ويا الملح، ويا الملح والشكر. طعمه تغير كليا، يعني صار طعم ثاني، حامض على حلو ويا كومي. وهذه الجوافة خلينا نجربها. أنا شارب عصير الجوافة بس ما ماكل الجوافة كفاكهة، أو ما أتذكر، حتى ما أتذكر إحنا بالعراق شو نسميها، سموها بال ما أعرف إذا تعرفون كتبولي. هذه الفاكهة اسمها الدوريان، ريحتها قوية، واحد أما يحبها أو يكرهها. شكلها غريب سبحان الله، بيها مثل الأشواك. هذا شكلها من جوا صاير، تشبه بشكلها الجاك فروت، بس الجاك فروت أكبر. هذه دراجون فروت، شايفيها ماكليها هذه؟ الدراجون فروت فاكهة التنين، عادة يفتح من وقت هذا السوق من الساعة 6 الصبح ويفتح لستة المساء المغرب، يعني 12 ساعة فاتح. هذه المانجوستين، فاكهة استوائية موجودة بس بالمناطق الاستوائية. هذا المانجوستين خلينا نجربه. حامو حلو. يسمون هذه الفاكهة المانجوستين ملكة الفاكهة، Queen of Fruits. فعلا طعمها رهيب، يمكن أكثر فاكهة ما أكلها لحد الآن، حتى نبوك عندهم. من يحب النبوك؟ أكيد أنا. Well, thank you very much. هذا هو الباشن فروت، حموضته رهيبة، طعمه يجنن. هذا مكان ثاني هم قدموا لي الفواكه ضقتها الباشن فروت، ما قبلوا يأخذون أي فلس. هذا عصير باشن فروت، باشن فروت عادة حامض، طعم قوي، حموضة قوية وشوية حلا، بس طيب منعش كلش. الباشن فروت مليان فيتامين سي. شوفوا هذا الموز قد صغير، يعني قد الأصبع حجمها. هل نجربها صغيرة بس سمينة مربربة. هذا النوع يختلف عن النوع اللي متعودين له احنا، طعم الموز بحموضة اكثر من حلا. واذا نجي للموز عندهم اكثر من 20 نوع مختلف من الموز بتايلند، منا الصغير والكبير، منا اللي ينأكل كفاكهة، ومنا اللي يستعمل للطبخ، انواع مختلفة. هذا النوع من الموز ينشوي على الشواية وينأكل. بهذا السوق بالاضافة للفاكهة عندهم انواع مختلفة من الخضار وحتى انواع مختلفة من الاكل، بس انا مركز اليوم على الفاكهة لأن الفاكهة الاستوائية مميزة. شوفوا البصل شلون صغير عندهم. عندهم هذا النوع من الثوم، الثوم الصيني، هذا الثوم اللي نعرفه احنا، الثوم العادي. حتى كرزات عندهم هنا، شنو الواحد يخطر بباله موجود هنا، معدات للطبخ ونوعيات ممتازة بصراحة. شوف من الصوت، هذه مشهورة عندهم، مستلزمات الطبخ الخشبية والأكل، رهيبة كلش حلوة، نوعيتها ممتازة. شوفوا هالمانجا شكبرها، ضخمة. تايلند مشهورين بالمانجا، والمانجا مالتهم طيبة. الشيء الحلو بالمانجا أكو أنواع مختلفة، وكل نوع بطعم خاص يستخدموه بالطبخ، أما يأكلون ني كفاكهة أو يستخدموه بالطبخ. إذا تجون البانكوك تعالوا لهذه الأسواق وراح أكيد تعجبكم، خاصة إذا تحبون الفاكهة والخضار والأماكن الشعبية. هذه سلة فاكهة بدوها هدايا. طبعا هنا بتايلند عندهم فواكه اكثر، بس احنا هسه بالموسم الجاف الدراي سيزن، اذا الواحد يجي بالموسم الممطر الويت سيزن يشوف انواع اخرى مثل رامبيوتين، فاكهه بها مثل شعر
هي اسمها بالمالي لانجويج بالماليزية فاكهة الشعر المشعرة، وعندهم فواكه هواية وأنواع هواية تدوخ. فعلا دخلت. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، شوفوا الفيديوهات السابقة، أكو سلسلة هواية فيديوهات صورتها بتايلند، وقعت شهر كامل بتايلند، صورت بالشمال وبالجنوب وبالوسط. สวัสดีครับ